واحد بيقول بالنسبة للحكم على زاني كورنثوس خطأه كان على شخصه فقط، أما البدعة فإنها تؤثر على الآخرين، فهل المبتدع إذا تاب يحل من خطيئته؟ ما رأي قداستكم؟ عايزين نعرف يعني معنى التوبة. إمام التوبة يقول أنا تبت، ولا ينكر كل تعاليمه الخاطئة ويثبت أن هذه التعليم خاطئة، وإلا ما أسأل يقول أرغموني على أن أنا أقول كده عشان نرجع. لا، واحد بيقول تعليم خاطئة ينكر التعليم الخاطئة ويثبت أنها خاطئة، واضح الكلام ده؟ ما هو ما أسهل واحد يتظاهر بالتوبة وهو ليس تائب، وقيل إن أوطاخي تظاهر بالتوبة أمام القديس ديوسقورس لكي يأخذ حلا ورجع أسوأ مما كان.